بيمر بالنقط ذات المنسوب الواحد، تمام؟ يعني ايه بيمر بالنقط ذات المنسوب الواحد؟ يعني انا مثلا لو انا عندي كده زي نظام جبل، هنا مثلا وليكن عندي خط كنتور وليكن واحد، وهنا عندي خط كنتور اثنين، وهنا خط كنتور ثلاثة. الطبيعي ان النقطة لو انا خط الخط افق كده ان هنا نفس المنسوب ده هو نفس المنسوب ده، صح كده؟ طيب وهنا نفس المنسوب ده نفس المنسوب ده، وهنا نفس المنسوب ده هو نفس المنسوب ده، صح كده؟ طيب لو انا جيت بصيت من فوق، يعني ده سيكشن، لو جيت بصيت على الجبل من فوق هلاقي ان خطوط الكنتور بتاعته عامله كده، صح كده؟ فقال لك ان خطوط الكنتور هي بتجمع بين النقط ذات المنسوب الواحد، يعني معنى اي نقطة على خط الكنتور ده هي بتاخد نفس المنسوب بتاع لخط الكنتور، لو هو خط كنتور واحد يبقى النقط كلها واحد، لو خط كنتور اثنين يبقى النقط كلها ايه؟ حلو كده؟ تمام. طيب من مميزات خطوط الكنتور انها ما بتتقطعش، يعني ما فيش خط كنتور بيتقاطع، انت كل مره بتيجي متاخر. حلو كده؟ فما ينفعش. فخطوط الكنتور من مميزات خطوط الكنتور انها لا تتقاطع، يعني ما ينفعش خط كنتور رقم مثلا واحد يتقاطع مع خط كنتور اثنين، لان استحاله نقطه هيبقى لها منسوبين، صح كده؟ هيبقى منسوبها واحد او منسوب اثنين، ما ينفعش، صح كده؟ الحاله الوحيده اللي بيحصل عمليه تراكم في خطوط الكنتور، ودي حاله واحده، اللي هي لما بيكون عندي كهف، الكهف بيبقى عامل كده الجبل، فبتلاقي في حته داخله كده في الجبل فكهف. فانا لو جيت خدت منسوب النقطه هنا وجيت خدت على نفس النقطه دي هنا، فممكن خطين الكنتور ايه يتقاطعوا مع بعض، صح كده؟ لان المنسوب هنا يبقى اعلى منسوب، ودي حاله نادره فبنشتغلش عليها. يعني احنا الاساسي عندنا ان خطوط الكنتور لا تتقاطع. طيب عندنا شويه اشكال لازم نعرفهم، عشان بيجي لك يسالك عن الاشكال دي في قلب الامتحان، يجيب لك رسمه ويسالك عليها الشكل ده عباره عن ايه، فانت لازم تكون ايه فاهم الدنيا ماشيه ازاي. لو انا عندي جبل والجبل ده خدت فيه برضه خطوط كنتوريه، هيبدا يظهر الشكل بتاع الجبل عباره عن دوائر، صح كده؟ طيب لو انا عندي بحيره نفس النظام، خدت فيها قطاعات راسيه كده افقيه، هتحصل عباره عن دوائر. طب ايه الرسمه دي؟ هي شكلها زي الرسمه دي. ايه اللي يميز وانا على اللوحه؟ ده طبعا في الطبيعه، شكل في الطبيعه. طب ده في اللوحه، ايه اللي يميز ما بين دي ودي؟ طبعا هما الاثنين نفس الشكل، بس اللي هيميز لي ان انا الجبل عندي ببدا بخط كنتور، لو ده رقم ببدا الرقم اللي بعده بيعلى، صح كده؟ وانا ماشي لحد ما اوصل للايه؟ للقمه، صح كده؟ فانا هيبقى عندي الرقم ده وليكن 10 20 30 40 لغايه لما وصلت لاقل حاجه او اصغر حاجه في الجبل، فده اعرف من هنا ان القطاعات دي بتعلى معايا، بمعنى كده ان هو جبل. حلو كده؟ طيب لو هو مثلا حاجه عباره عن منحدر، فبتلاقي الرقم الكبير فوق وابدا بعد كده بنزل كاني سلالم، لو السلالم منسوبها بيقل يبقى بعد كده ان انا منخفض. طيب لو السلالم منسوبها بيزيد يبقى انا كده طالع مرتفع. في مشكله في الكلام ده؟ بعد كده في عندنا حاجه اسمها الفالي والريدج. يعني ايه الفالي ويعني ايه الريدج؟ الفالي دي حاجه جايه من كلمه وادي. الوادي دي بتيجي طبعا ايه؟ عارفين نهر النيل طبعا اتكون عن طريق ايه؟ طمر يعني لا نشأته، يعني ما جبناش ناس فحروا نهر النيل مثلا، ربوها. تمام؟ رباني؟ ابويا رباني. تمام؟ نهر النيل طبعا الامطار بتنزل، تمام؟ فبتبدا تنزل في الصخور ونحت. ايوه هو الفكره في كده، ان الامطار بتنزل في جبل او في هضبه او مكان مرتفع، فبتبدا تنزل الامطار فبتعمل مجرى، تمام كده؟ فبتاخد اتجاه اللي بتبدا تنزل من مكان عالي لمكان واطي، صح كده؟
فمع جريان المياه دي بتبدا تعمل عمليه نحر للايه للجبل او للصخر، فيبدا ينشا ايه المجرى المائي اللي هو ايه اسمه فالي. حلو كده. طيب الشكل بتاعه عامل ازاي؟ بيبقى عباره عن سبعات او ثمانيات، بس الرقم الكبير بيبقى خارجي، يعني الرقم ابو منسوب كبير بيبقى خارجي، والرقم الصغير بيبدا يقل معاك لحد ما يوصل للرقم اللي جوه. زي بالظبط الورده، لو انت عندك ورده بيبقى الاعظم اللي بره هي اكبر حاجه في المساحه وفي الحجم، تبدا تصغر تصغر لغايه لما تقول تدخل لغايه ايه الرقم اللي جوه. فهو نفس النظام، الثمانيات اللي هي موجوده عندك، لان هو بيبقى الشكل عامل ازاي ده كده عباره عن الجبل كده الشكل بتاعه، فبيبدا يحصل عمليه نحر في جزئيه معينه، فبيبدا ايه تلاقي الشكل بتاعها عمل كده. تمام كده. فبتكون شكل الثمانيات، تبدا من رقم كبير تبدا تصغر تصغر يبقى ده الباقي. الرج عكسها، بيبدا برقم صغير ويبدا يكبر الداخلي يكبر يكبر لغايه لما موجود. زي بالظبط كده لما اجي اقول لك ده الشكل بتاعي، القمه بتاعته صغيره تبدا تكبر تكبر لغايه لما انا ايه امشي للخارج. في مشكله في الكلام ده؟ ده الفرق بين الفالي والرج. في عندي حاجتين اللي هي ستيب سلوب والفلات سلوب. لو انا عندي جبل زي وليكن جبل المقطم دي، النازله بتاعت المقطم دي طبعا نازله، في عندي حته جزئيه بتنزل نازله حاده شويه. لو عكس، لو انا جيت على الطريق اللي قدام الجامعه ده هتلاقي ان الطريق بينزل بس بايه؟ بانحدار بسيط. فالفكره ان لو انا عندي الجبل حاد الارتفاع وفي جبل جزئيه منبسطه الارتفاع، الفرق يميز ما بينهم لو انا عملت اسقاطات هلاقي ان الخطوط الكونتور على اللوحه بتبقى قريبه من بعضها، فبالحاله دي ستيب سلوب. حلو كده؟ طيب لو الخطوط متباعده يبقى عباره عن فلات ايه؟ فلات سلوب. في مشكله في الكلام ده؟ في عندنا بعد كده الجزئيه بتاعت الكونتور انترفال. يعني ايه كونتور انترفال؟ لو انتوا فاكرين لما كنا بنقول في مساله السكيل احنا بنقرب لكل رقم كام، صح كده؟ فهو نفس النظام، الكونتور انترفال يعني الترقيم بتاع الكونتور. لو قال لك الكونتور انترفال كل واحد متر، معنى كده ان الارقام بتاعت الكونتور بتاعتك هتبقى 1 2 3 4 5. طيب لو قال لك الكونتور انترفال كل 2 2 4 6 8، لو قال لك كل 5 يبقى 5 10، لو قال لك كل 10 10 20 30، لو قال لك كل 100 100 200 300. ما ينفعش يقول لك كل 5 متر وانت تروح تعملها كل 1 متر. تمام كده. فهي خطوط كونتور، لازم ناكد على الكلمه دي كويس، ان خطوط الكونتور لما يقول لك خطوط الكونتور كام يبقى انت عارف ان الانترفال كونتور او خط الكونتور بتاعك كام. هنيجي ناخد نطلع الشيت عشان نحل بالشيت. طلع الشيت 22. المساله دي مهمه جدا يعني، ولو بتيجي بتيجي في نفس الشكل كده وبتحل على نفس الورق. لو اتغيرت هيفرق التغيير في ايه يعني؟ طالما الفكره شغل دماغك، انت في هندسه مش في اداب. بقول لك جيب الكونتور ماب، عندي خريطه الكونتور انترفال بتاعها كل كام؟ 100 متر، صح كده؟ وبيقول لك اول مطلوب اللي هو رقم اي، بيقول لك رايت كونتور نمبر، عاوزك تحسب ترقم الكونتور اللي هو الخريطه اللي موجوده عندك. حلو كده؟ هترقم خطوط الكونتور اللي موجوده في الخريطه. بص كده الرسم هنا، هنا عاوز ارقم خطوط الكونتور. انا هنا عندي الخطوط بتاعتي، وقال لك الكونتور انترفال كل كام؟ كل 100. كل 100. هبدا ارقم بقى ايه؟ 1 100 200 300 400 500 وهكذا. على كل خط. على كل خط. على كل خط. تمام؟ انت عندك كام قمه؟ ثلاث قمم، صح كده؟ فانت هتيجي من هنا كده عند القمه دي ترقم، وعند القمه دي ترقم، وعند القمه دي ترقم، بحيث ان انت كل الخطوط تكون مرقمه.
لان انت عندك قمم هتبدا هنا مثلا مش القمه دي حاجه من هنا كده اقوم رقم 100 200 300 لغايه لما اوصل لاخر القمه بعد الناحيه الثانيه هنا برضو 100 200 300 لغايه ما اوصل لحد اخر قمه الناحيه دي برضو 100 200 300 لغايه ما اوصل لحد اخر القمه في مشكله في الكلام ده ده كده اول مطلوب طلبه منك المطلوب الثاني بقول لك كالكوليت ذا سكيل زمان عاوزك تحسب السكيل بتاع الخريطه بقول لك ذا ديستانس بتوين الاي والاند البي از 50 كيلومتر يعني هو بقول لك احسب السكيل بتاع الخريطه في حاله ان الاي المسافه بين الاي والبي بتساوي 50 متر لو تفتكروا كان في مساله زي دي بالظبط على شيت واحد صح كده اللي هي كانت واحد ملي بيمثل 1.30 حلو كده طيب هو هنا بيقول لك ان انا لما اقاس المسافه بين الاي والبي على الطبيعه لا 50 كيلومتر انت هتعمل ايه هتقيس على اللوح صح كده عشان احل السكيل بتاعها فانت هتجيب مسطره وتقيس المسافه ما بين الاي والبي حد يقيس المسافه ما بين الاي والبي طلعت بكام يلا اي والبي احنا قايلين فيهم في اتنين ايه فين اتنين ايه هي ايه واحده ايه مش ايه ايه وبي بس المسطره عالي شويه اه قيسها بالمسطره دي 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 ايه والبي 6 سم 7 6 سم بس اه يعني طلع 6 سم ونص 6 6 ونص 6 ونص صح ممكن واحد يطلعها 6 و4 ممكن واحد يطلعها 6 و6 فرق ملي مش مشكله بس مش تبقى 6 سم تقول لي 6 ونص تبقى تقول لي 6 تمام فكل اللي انا هعمله ايه هقول ان 6 سم ونص بيمثلوا كام؟ 50 كيلو 50 كيلو صح كده؟ يبقى 6 سم ونص بيمثلوا كام؟ 50000 متر صح كده؟ يبقى 6 سم ونص بيمثلوا كام؟ 5 مليون سنتيمتر صح كده؟ لازم اخلي الوحده هنا بالسنتي يبقى هنا الوحده بالسنتي عشان اجيب لي سكيل تمام؟ طيب احنا كنا لو تفتكر كنا بنقول السكيل عندي انا بحتاج واحد الى رقم صح كده؟ أيوه. يبقى في الحاله دي لازم هنا على 6 ونص عشان يديني واحد والرقم اللي موجود هنا ال 5 مليون اقسمه على 6 ونص هيديني الرقم الموجود هنا. هو الرقم هنا كان طالع عشان بس الناس ما تتلخبطش كان طالع 0.7 فاحنا قربناه وخليناه واحد. في مشكله في الكلام ده؟ تمام؟ يبقى انا جبت السكيل طلع بكام؟ 1 الى ايه؟ 769000 في مشكله في الكلام ده؟ طيب يبقى دي تاني مطلوب هو طالبه منك. تالت مطلوب بيقول لك كالكوليت ذا جريديانت عاوز تحسب الجريديانت، الجريديانت ده اللي هو الميل انا همسح الكلام ده بس حد معايا هو بيقول لك طالب منك يجيب انت هتحسب لا انا بقول له حد لا انا بقول له خد الجريديان اللي هو السلوب اللي هو تنسي حلو كده لو انا عاوز اجيب السلوب اللي هو الميل صح كده لو انا عندي خط يعني مثلا عندي خط كده عاوز احسب نسبه الميل فانا بقول ان مشيت قد ايه مسافه في الافقي يقابلها مسافه في الراس في الراس صح كده فانا هو عاوز يحسب السلوب يعني عاوز يحسب تنسي طيب عاوز يحسب السلوب ما بين نقطه ايه وايه اي وبي هنا نقطة سي ودي اس دي الدي والاي طيب الدي على منسوب رقم كام؟ الدي 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 على منسوب رقم 100 صح كده؟ يبقى انا هكتب هنا رقم 100 طيب الاي على نفس المنسوب ولا اعلى منها؟ اعلى كام بقى؟ 600 يبقى اقوم على اعلى منها كده بشويه واقول ان الاي بتساوي 600 في مشكله في الكلام ده؟ مش الاثنين طالما مش على نفس المنسوب يبقى في مسافه راسيه وفي مسافه افقيه صح كده؟ مش المسافه الراسيه دي اللي هي بتساوي الفي؟ المسافه الراسيه اللي هي الفيرتيكال الفرق ما بين دي ودي صح كده؟ طيب المسافه الافقيه ما بين النقطتين اللي هي بتساوي الهورزونتال اللي هي اتش
طيب تان سيتا دي بيساوي ايه؟ بيساوي المقابل مقابل على اتش على اتش صح كده؟ يبقى عشان اجيب الجريدينت محتاج اجيب قيمه الفي واجيب قيمه الاتش صح كده؟ طيب البي هنا مش بيساوي الفرق ما بين المنسوبين؟ انا عندي ده 600 وده 100 يبقى الفرق بينهم كام؟ 500 يبقى البي بتساوي 600 بكتب اهو ناقص 100 يبقى المسافه 500 متر. في مشكله في الكلام ده؟ طيب تمام. طب الاتش المسافه ما بين الاي والبي، طبعا انا لما برسم لوحه باجي اقيس مسافه لو النقطه دي عاليه هنا والنقطه الثانيه هنا واطيه بجيب المسافه بينهم بجيب المسافه الافقيه صح كده؟ لما برسم برسم المسافه الايه؟ الافقيه صح كده؟ طب حد يعرف اجيب الاتش ازاي؟ مقابل على المقابل. لا ما هو ما عنديش الزاويه عشان اجيب دي. حد يعرف؟ نص ال ان هي ما فيهاش نص. ما فيهاش نص. بص يا باشمهندس مش هو قال لي ان المسافه ما بين الاي والبي عند اللوحه؟ مش ممكن اقيسها بالمسطره واضربها في السكيل يدينا على الطبيعه؟ صح كده؟ فانت كل اللي هتعمله هتقيس المسافه ما بين الدي والاي، حد يقيسها كده بالمسطره يشوفها طلعت كام؟ تطلع 3.3 مللي. في مشكله في الكلام ده؟ اكده يعني شايف كده على الرقم. تطلع المسافه 3.3 متر. هعمل ايه؟ هضربها بالسكيل مش دي 3.3 مللي دي بالسنتي؟ اه يبقى دي سنتيمتر. هضربها بالسكيل. السكيل هنا ايه؟ يونت ليس من غير وحده. فلو ضربت السكيل في السنتي هيطلع القوام السنتي. لو ضربته بالمتر هيطلع القوام بايه؟ بالمتر. يبقى هضرب الرقم ده في 7. حد يضرب كده؟ 6 9 2 3 1 هيطلع الرقم كام؟ 7 5 3 2 5 3 8 4 6 2 بوينت 3. حلو كده؟ اه طيب الرقم ده بالكام؟ بالسنتي. هقسم على 100 عشان احوله لمتر لان اللي فوق بالايه؟ متر. يبقى هقسم على 100، اقسم على 100 يطلع كام؟ يطلع 2 5 3 8 8 4 بوينت 6 6 2 3 صح كده؟ بوينت 6 بالمتر صح كده؟ تمام. يبقى معنى كده ان انا جبت البي وجبت الاتش. هعوض في المساله يبقى هتساوي فوق البي بكام؟ 500 وتحت ب 2 5 3 بوينت 6. في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا استنى هو شفت تان ده خدت الزيرو النتيجه. احنا قلنا ان انا النسبه بتاعتي نسبه 1:1 او 1:2 او 1:3 والدكتور الجريدينت ده عاوز يعرف النسبه يا اما تجيبها 1 على او 1 إلى صح كده؟ تعمل شيفت تان دي ولا تعمل تضرب الرقم. فانا محتاج اخلي الرقم اللي فوق 1 صحيح. هعمل ايه؟ اقسمها على 500. اقسمها على 500 يبقى اقسم هنا على 500 يديني رقم 1 صحيح. تضرب 500 فوق وهقسم هنا تحت على 500 اقسم الرقم ده على 500 يطلع لفوق ازاي؟ مش انا قسمت 500 على 500 انا بختصر عاوز لفوق رقم 1 صحيح. 500 على 500 كان 1. الرقم ده على 500 هيطلع 50.7 شايك عليه كده؟ تمام كده؟ يطلع على ده اللي فوق على 500 طلع 1. اللي تحت برضه هقسمه على 500 هيطلع 50.7 تمام؟ هقول له اذا السكيل بتاعي 1 إلى 50.7. في مشكله في الكلام ده؟ لا. طيب هو بيقول لك اند الديجري اوف جريديانت يعني عاوز الزاويه بتاعه الميل يبقى اللي هي ايه؟ السيتا. سيتا بتساوي ايه؟ شيفت تان هتطلع الزاويه بتاعته. في مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ شيفت تان. اقول تاني شيفت تان ايه بقى؟ السيتا انا عاوز اجيب الزاويه مش الزاويه بتساوي مقابل على المجاوره. شيفت تان مقابل على المجاوره اجيب الزاويه. في حد عنده مشكله عيد تاني؟ تمام؟ تمام. طيب نيجي للمطلوب اللي بعد كده. بيقول لك درو سكشن عاوز تحسب سكشن عاوز تحسب سكشن السي والبي طبعا السي والدي. طبعا ما ينفعش ان هي ان انا اعمل سكشن لنقطتين جنب بعض فانت هتغير الدي وتخليها البي. بي؟ اه درو ذا سكيل سي وبي
هتبقى سي وبي بدل سي ودي هتبقى سي وبي. اول مطلوب اللي احنا رقمنا ده 100 متاكد احنا هنعرف ازاي ان مثلا ده جبل او بتاع عشان رقم من جوه ومن بره. هو هنا انت عندك لو انت بصيت للشكل ده استحاله تلاقي بحيره فيها ثلاث مناسيب. انت فاهم اقصد ايه؟ يعني انت لو في بركه او منخفض استحاله بس هو ده ريدج صح؟ ليه؟ ده ريدج. ايه ده اللي ريدج؟ ده وايد اصلا. هو ايه ده اللي ريدج؟ لا استنى عليا بس. استحاله تلاقي قمه بركه لها ثلاث قمم. فاهم اقصد ايه؟ ليه؟ لان الميه ودوران الميه فبيبدا يساوي الايه؟ يساوي الجزئيه اللي في الارض. تمام؟ الحاله دي لو انت لقيت ليال تشوف انت هتركب من فوق ولا من تحت. تمام كده؟ هنيجي بعد كده يا باشمهندسين. هو بيقول لك درو سيكشن لونج زي لاين سي دي. احنا قلنا سي ايه؟ بي. حلو كده؟ السيكشن ده هرسمه في المساله رقم ايه؟ في مثال رقم 14. انا 14 طالب نفس المطلوب فاحنا هناخد الفكره بتاعت 14 نرسمها وانت ايه ترسم دي انا ايه في السكشن هنا. حلو كده؟ طيب بعد كده بيقول لك وضح لي شو ذا دايركشن اوف ذا ووتر فلو. عاوزك تعرف الووتر فلو اتجاه الووتر فلو اللي هو اتجاه الميه اللي هو بالاختصار الفالي. عاوزين نعرف هنا موجود عندنا كام اتجاه ميه او كام فالي في الرسمه. حد يعرف؟ ثلاثة. تمام كده واتجاههم لفين؟ لتحت. الميه اتجاه الميه هتيجي من فوق لتحت صح كده؟ يبقى في الحالة دي هتبدأ تشوف التمانيات دي وتاخد خط زي ما أنا واخد كده والسهم تعمل السهم وتكتب عليها فالي. ايه؟ مش التمانيات. مش الفالي هي عبارة عن تمانيات؟ طب دي مش عبارة عن تمانيات؟ الدوران بتاع الكونتور ماب. زي ما هو بس. تمام؟ واكتب عليها فالي هتعمل ثلاثة واحد وهنا ثلاثة برضه على جنب الشمال. ما هي نفس الرسمة دي هي نفس اللي عندك. لا بقى هنا وهنا. هتعمل ليه ثلاث رسومات دي؟ في مشكلة لحد هنا؟ لا نكتب بس فالي على الفالي وخلاص. اهو تاخد هنا خط تكتب عليها فالي وهنا خط تكتب عليها فالي وهنا خط تكتب عليها فالي بس كده. في حد عنده مشكلة؟ تمام كده؟ طيب المطلوب اللي هو بتاع السكشن هناخد المثال رقم كام؟ 14. هنا في 14 بيقول لك ان انا عاوز ترسم سكشن الخريطه اللي موجوده عندك ده ما بين الاي والبي. كل اللي انت هتعمله هتتني الورقه. الورقه هنا في خط ما بين الاي والبي. هتتني الورقه على خط الاي بي. حلو كده؟ هتتني الورقه على خط الاي بي وبعد كده هترسم خط على اللوحه عندك. تمام؟ وتطابق الخط ده بالخط ده. تمام؟ وتوقع كل نقطه من الخط ده. مش في بيقاطع خط خطوط الكونتور؟ هتوقع كل نقطه عند خطوط الكونتور. كل نقطة متقاطعة مع الخط مع خطوط الكنترول وتاخد عليها خط. فاحنا لو بصينا عندك من عند البي كده أول نقطة منسوبة كام؟ 300. خط كنترول 300. اللي بعدها 400. بعدها 500. اللي بعدها 400. لا 500 مش متقاطعة عند خطين كنترول. اه عند 500 صح كده؟ بعد كده 400 300 200. في مشكلة في الكلام ده؟ هتبدأ توقع النقط. تبدا بعد كده تاخد رقم راسي وتشوف اقل خط انترفال عندك بكام واعلى رقم بكام. اقل حاجه 100 هتاخد 100 200 300 400 500 600. حلو كده؟ وتطلع عند ال 300 تطلع تحط نقطه عند ال 300، عند ال 400 تطلع تحط نقطه عند ال 400، عند ال 500 تحط نقطه عند ال 500. شانس الراس ده نشيل منها عليه. اللي هو ايه؟ ده؟ الكثافات دي؟ ده المفروض عن عباره عن السكيل بيطلع 1 سم. كل واحد صفحه ده 6 100 200 ما هو الانترفال هنا كام؟ مش 100 200 اقل قرايه عندك 100 واعلى قرايه عندك كام؟ 500. فانت هتشتغل 100 200 300 400 واللي تحت بسكيل برضه؟ لا اللي تحت زي ما هو موجود عندك على اللوحه. لان انت بتوقع دي بالطبق ده على دي. يعني كل بيست اللي هو زي دي
بس كانك بتشيفت كده. بتطبقها وتطبع دي على دي وتبدا تاخد ايه خطوط. حلو كده. كل نقطة هتطلع القيمة اللي موجودة عندها، بعد كده توصل الأرقام هيديك شكل الأرض. أنت لو لاحظت ده شكل طبيعة المنطقة والسكشن اللي إحنا خدناه. في مشكلة في الكلام ده؟ حد عنده مشكلة؟ طيب كده خلصنا. كده خلصنا رقم 14 ورقم 12. رقم 13 ده لسه الدكتور هيشرحه عن ناخده المرة الجاية. نعم؟ 13 و10 هم. بس هو الدكتور بيجيب لا اما دي لا اما دي. واحدة من الاثنين. 13. تمام؟ مش شرط اللي احنا لسه رسمينها دي جابها السنة اللي قبل اللي فاتت أو اللي قبلها. فمش شرط ممكن يجيب دي يجيب دي يجيب اللي يجيب اجيب لك فكره زي دي يجيب لي اثنين ما فيش مشكله. اصل دي مش مستاهله ده انت خمس دقايق تحلها. طب دي تاخد وقت اصلا؟ دي بالظبط ربع ساعه. ماشي ربع ساعه يعني مساله مساله رقم 9 بيقول لك اوصف لي الخريطه اللي موجوده عندك. عاوزك توصف الخط اي بي. لو احنا بصينا الخط اي بي ده عباره عن ايه؟ خط الاي بي عباره عن ايه؟ لا فلاش. ايه؟ فلاش. هو شيء 9 ريت. لا فلاش. مش هيبقى فالي. فالي. هو شيء 9 ولا شيء كام؟ يا ابني احنا بنقول في ايه من الصبح؟ انت جاي في اخر المساله تقول لي الشيب كام؟ لا اصل رجعنا ورا رجع رج ولا فالي؟ فالي 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 يلا درجه بونص كده مش ولا مش درجه مش حلو كده حمد مش فالي؟ هي فالي ولا ما هي يا اما فالي يا اما رج. لا لا فالي فالي ايه؟ قريبه من 8؟ لا فالي 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 يعني ما تمشيش رج؟ والله تمشي ايه؟ تمشي الاثنين. طب اللي هيقول لي فالي يقول لي ليه واللي هيقول لي ريدج يقول لي ليه؟ هي اولا ريدج ريدج مش فالي. هي فالي لان هي كل ما طلع زاد وهنا كل ما وهنا كل ما طلع زاد. قصدي لما تطلع يعني الارقام مش واضحه. الارقام مش واضحه. انا الارقام لو واضحه بس هنجيب الحجه في الارقام. لا والله الارقام مش واضحه. الخطوط الكونتور من عند الاي 13 ونص ومن عند البي 10. لا رجع عشان هي بتقل. حد عنده اي سؤال تاني؟ حد عنده اي رجع رجع ما ينفعش كل الاثنين مع بعض. لا طبعا رجع شويه رجع رج ليه؟ لان الارقام اللي جوه هي الكبيره الارقام اللي بره هي اللي صغيره. طيب المسافة الاي سي الاي سي الخط اي سي ده عبارة وصف الارض عنده ايه؟ وصف الارض؟ نقولها ايه؟ اللي هي الفلول اللي هي ايه؟ ما هو اللي احنا قلناه فالي او رجي هو وصف الارض. يعني الشكل اللي موجود عندك ده عبارة عن ايه؟ من هو موجود على السبورة اصلا. زي الستيب ده يعني ايه وصف الارض؟ يا ابني هو الفالي والرينج ده مش طبيعه الارض انا بوصفها. ده نفس الوصف جبل ستيب سلوب. ايه ستيب سلوب ماشي يعني اللي هو ايه ستيب سلوب. طب لما دي ستيب سلوب امال الدي اي هتبقى ايه؟ 5 يبقى فلست يبقى فلات سلوب صح كده؟ يبقى دي فلات سلوب والثانيه ودي ستيب سلوب. ليه؟ لان الخطوط قريبه من بعضها فدي تبقى ستيب الثانيه بعيده تبقى فلات. بس انا بس المساله الثانيه دلوقتي هو عايز وصف ان هو هو بيحدد لك مسافه ما بين النقطتين ويقول لك الارض دي هنا عباره عن ايه؟ فانت بتحدد اذا كانت فالي او ريدج او ستيب او فلات. طب من ايه البي من ايه البي المفروض ده من ايه البي صح؟ من ايه البي ما احنا قلنا دي ريدج وقلنا الاي سي عباره عن فلات.
طيب المطلوب رقم بي بيقول لك احسب لي الجريدينت بين اربع نقط. في حد عنده مشكله ان هو يحسب الجريدينت؟ الجريدينت اللي هو ده اللي هو لسه حاسبينه ده، في حد عنده مشكله؟ بس الارقام يا باشمهندس احنا قلنا في الريدج عشان الارقام الكبير جوه. الكبير جوه؟ بص دايما، بص اقول لك على حاجه، دايما الكبير الرقم الكبير بيحتوي الصغير، يعني كانه بيحتوي الصغير بيلم الصغير، حلو كده؟ فالحاله دي الفالي، لو الصغير هو اللي بيحتوي الكبير يبقى دي ريد، الاثنين عكس بعض. اللي جوه 124. تمام؟ عارف انت الخصايه؟ اه. او الورده؟ خلينا في الورده صح؟ ولا ايه؟ لا الخصايه. خلينا في الخصايه صح كده؟ لا لا الفالي اللي بتبقى العطوفه بتاعتها كبيره من بره صح كده؟ وتبدا لغايه لما توصل لقلب الخصايه ده اللي انت كله بيجري عليه، تلاقي حاجه صغيره صح كده؟ فده الفالي، تبدا كبير رقم كبير وتبدا تصغر معاه زي الورده بالظبط، اللي هو العطوفه اللي بره كبيره واللي جوه صغيره، ده فالي. لو العكس بقى الدنيا اتقلب حالها يبقى ايه؟ طب رد. هنا بقى لو اللي جوه هو الكبير واللي بره هو الصغير، اللي جوه هو الكبير واللي بره هو الصغير، لا لسه ما خدها. قلت مش زادت. قلت ازاي يا ابني ما تجيبليش ضغط. فين اللي زادت؟ زادت يعني 124 ده بقى 25. اللي جوه ما هي دي 13 ونص وبعد كده 13 وبعد كده 12 بتقل اهي. بتقل. طيب ايه؟ طب ماشي كده فرق بقى. يبقى ريدج بقى. هي يا ابني الارقام اللي تحت دي بتقل. باشمهندس من جوه 124 اللي قبلها 45 42 ونص. ليه؟ ما هي دي فالي بقى. بروح اقول للدكتور بقى 13 وده 12 وده 11 وده 10 يبقى ده ايه؟ ريدج. انما لو العكس بقى، لو ده بقى اللي 13 وده 11 وده 10 وده 9 يبقى ايه؟ يبقى كده فالي كده ريدج. بص جوه 124. طيب رقم بي بقى. بي دي اللي هي ايه؟ اللي هي الجريدينت، في مشكله دي برضه نعمل اللي هو المسلم. طب احنا يعني بنشيك، مش ركز معايا، مركز والله مش الصوره اصلا مصورها. ماشي طيب الجريدينت دي فيها مشكله ممكن تاني بس ما هي ايوه نجيب نعملها ازاي بقى يا قلبي مش معايا شيء ايه اللي مش معاك؟ ما هو السلوب بيساوي ايه البي على الاتش، في مشكلة إن أنت تجيب البي فرق ما بين المنسوبين. أيوه النقطة دي نجيبها إزاي من على الرسمة؟ أيوه ما هو مش مديك النقطتين. هتحدد النقطة على خط كنتور إيه؟ شوف النقطة في خط الكنتور كام؟ مش يا ابني هو بيقول لك الدي والإي؟ عندك نقطة الدي والإي أهي ما نحددها أهي. الدي على خط كنتور 12 والإي على خط كنتور 10. بنفس المسافة بينهم. يبقى في المسافة بينهم كام؟ 2. يبقى دي من البي 2. الاتش هتقيسها بالمسطرة وتضربها في السكيل. أنا ما خدتش الغياب بس. السكيل طب هو ثابت ده؟ ما هو سكيل المسألة ما هو مديهولك أهو يا حبيبي. رقم 9 في الصفحة اللي قبلها في بيقول لك السكيل 1 ل 500 تقريبا. يبقى السكيل اتغير، هتبدأ تضرب في السكيل الجديد. في مشكلة في المسألة دي؟ هو أنت قلت يا باشمهندس الدي عند المنسوب كام؟ أنت شوف كده 12 12 والإي عند منسوب 10؟ طيب ناخد بقى المسألة رقم 11 سهلة برضو، هي عبارة عن عاوزك برضو تحسب الجريدينت عند الإي والبي والسي والدي والإي والإف. سهلة بقى مفيهاش مشكلة أهي كل حاجة كده تمام، ما هي موجودة أهي فهمنا تمام. طيب الجزئية الثانية اللي هي رقم بي، الحل في كلمة واحدة. رقم بي بيقول لك إن هو عاوزك تجيب الهايت أوف ذا ريتيننج وول. عارفين إيه الريتيننج وول؟ اللي هو الحائط السامي. ده عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن تو باركينج، حلو كده؟ اللي هو جراج العربية، حلو كده؟ فهو الراجل كانت طبيعة الأرض مايلة كده، فعشان الأرض مايلة محتاج إن هو يعمل تسوية، فعشان يعمل تسوية للأرض دي طبعا استحالة، لا لما جه
يردم المساحه دي كلها هيردمها فده هيبقى التكلفه عاليه. طيب لو هو هيحفر المساحه دي كلها برضه. لا برضه التكلفه عاليه. فقال لك اعمل ايه؟ طيب جه يحسبها، لو انا جيت في النص كده حفرت نصها وردمت نصها لا برضه التكلفه هتبقى ايه؟ عاليه. تمام؟ قال لك نعمل ايه؟ قال لك هنعمل حاجه بسيطه خالص، هقسمها من النص كده واعمل حائط في النص. حائط سند زي اللي انتوا بتاخدوه في الهدرات كده في الجرافت. تمام؟ تمام؟ قال لك ايه؟ الجزء اللي في النص ده حاجه في النص ده اقوم شايل جزء ورادم جزء صغير، بس انا بدل ما كنت اعمل كبير بقيت حاجه صغيره، تمام كده؟ وحاجه فوق هشيل جزء برضه صغير واقوم رادم مكانه جزء ايه؟ صغير. فبقى الباركنج عنده منسوبين، منسوب تحت ومنسوب فوق. كل اللي هو عاوز يعرف ارتفاع الايه؟ الريتيننج وول، الريتيننج وول اللي هو الحائط السند اللي انا ايه؟ هيسند المسافه ما بين ده وده. ارتفاعه كام؟ اجيبه منين؟ من خطوط الكنترول. هتبدا تشوف الخطوط الكنترول على اليمين كام وعلى الشمال كام وتطرحهم من بعض وتجيب الفرق. لو احنا بصينا فوق كده عند نقطه الاي على اليمين 21 وعلى الشمال 24. تحت 20 ونص 23 على الشمال ونص، يبقى الفرق كام؟ 3 فوق 3 تحت. طيب لو نزلت تحت 20 على اليمين كام؟ 23. يبقى الفرق كام؟ 3 بس يا مهندس بالراحه بس. شو عاوز يعرف الفرق ما بين الريتيننج وول هنا والريتيننج وول هنا؟ انا هنا في الباركنج ده مش ده خط كنتور؟ منسوبه كام؟ منسوب 21. جنب الناحيه الثانيه 24، يبقى الفرق ما بينهم كام؟ 3. صح؟ فانا محتاج ريتيننج وول هنا ارتفاعه 3 صح؟ تمام. طب اللي تحته؟ 20 ونص. 20 ونص 23 ونص. يبقى محتاج الفرق كام؟ 3. طب اللي تحته؟ 20 و23، يبقى الفرق كام؟ 3. 3. يبقى انا الريتيننج وول اللي انا محتاجه كام؟ 3 متر صح كده؟ هتقول له زي الريتيننج وول ايه؟ 3 متر. دي مشكله تبقى ثابته ولا ممكن مش ثابته؟ ممكن يغير لك الريتيننج وول. بس انا بحسب عدد النقطتين. الطريقه ثابته. الطريقه ثابته ان انت بتحسب الفرق ما بين النقطتين. طب لو الفرق طلع مثلا 3 و2 و1 يعني 3 و2 و1 مش ثابت مثلا 2 لا هو هيثبته لك، بس هو الفرق لو مش ثابت انت بتاخد متوسط ما بينهم. لان انت بتعمل عمليه تسويه للارض. لو طلع مش ثابت